شعر النمسا يتقاطع عن موقف نائبه مع منظمة الهوية المتطرفة. الاستخبارات النمساوية تعثر على أسلحة وتحقق مع 90 شخصا من النازيين الجدد. الداخلية النمساوية تحذر من أزمة هجرة جديدة وتشدد على الحدود. حكومة فيينا ستلجأ للمحكمة ضد تخفيض المساعدات الاجتماعية. غرامة تصل لنصف مليون يورو ضد منشورات الكراهية في النمسا. السلام عليكم بأهم الأخبار الأسبوعية من أونا. أشاد مستشار النمسا سيباستيان كورتس بموقف نائبه هاينز كريستيان شتراخي من رفض سياسات حركة الهوية المتهمة بالإرهاب، وتأكيد عدم وجود علاقة لها مع حزب الحرية والذي يتولى شتراخي رئاسته. وقال كورتس في مؤتمر حزبي لمؤازرة شتراخي في مدينة لينز إن العلاقات بين الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي جيدة وتجاوزت الخلاف الحاصل. وشهدت فيينا مظاهرة للمطالبة بحظر حركة الهوية اليمينية المتطرفة والمعروفة بعدائها للاجئين والمهاجرين والمسلمين. أعلنت وزارة العدل النمساوية أنها استهدفت 32 موقعاً يشتبه في قيامهم بأنشطة خاصة بالنازيين الجدد. وقد عثرت شرطة الاستخبارات على العديد من الأسلحة ولافتات محظورة. وحسب المتحدث باسم وزارة العدل يجري التحقيق حالياً مع 90 شخصاً منهم. حذر وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل من وقوع أزمة تدفق جديدة للاجئين إلى أوروبا، مطالباً المفوضية الأوروبية بتمديد عمليات التفتيش عند الحدود مع المجر وسلوفينيا والتي كانت قد طبقتها قبل 3 أعوام ونصف العام، وذلك حتى شهر تشرين الثاني على الأقل. ولفت كيكل إلى وجود 5000 لاجئ في صربيا و60 ألف طالب لجوء في اليونان و5 مليون ونصف لاجئ سوري في الشرق الأوسط. أكد مستشار مجلس مدينة فيينا بيتر هاكر أنه ما إن يسري قانون الحد الأدنى للدخل ستقدم بلدية فيينا شكوى إلى المحكمة الدستورية. وأضاف هاكر قائلا أن القانون الأساسي لوزير الشؤون الاجتماعية بياتي هارتنجر كلاين غير دستوريا في العديد من النقاط. قال وزير الإعلام جرنوت بلومل أنه يجب تحديد هوية كل من ينشر منشورا في منتديات الدردشة، ومشغلي هذه المنتديات مسؤولون عن هذا. كما صرح بلومل بأنه يجب تطبيق القانون اعتبارا من عام 2020 على جميع المنصات أو سيكون هناك غرامات تصل لنصف مليون يورو، وهذا لا ينطبق على الصحف اليومية النمساوية فحسب، ولكن أيضا على منصات التواصل مثل فيسبوك وتويتر. نهاية النشرة. للمزيد من التفاصيل تجدونها على موقعنا infograd.com. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.